بس انا ارجوه مش عايزين بس التجريح وكلامه ولا مش لازم احنا عايزين مش عايزين ايه ده بس يعني ايه ده بس احنا وهم اي حد يعني في صالح النادي ويبقى اضافه مكسب للنادي احنا طبعا لازم كلنا هنبقى ورا النادي هو ده اللي يهمنا لكن احنا ما ينفعش ان احنا هنقعد نتكلم كلام ملوش لازمه في الاعلام او كده احنا في النهايه يعني اخوات واصحابه وزمايل فاللي ربنا مديله الحظ والفرصه ان هو يبقى رئيس النادي فخلاص ترشح حضرتك النهارده ده كابتن فاروق شايف ان ده يعني لازم يرجع ان رئيس نادي الزمالك يكون حد من نجوم الكوره ترجع الامور دي تاني لا انا كنت بتكلم ان رئيس نادي الزمالك من ايام كابتن نور الدالي من سنه 91 لغايه دلوقتي مفيش رئيس كوره لنادي الزمالك بس هو ده كان وجهه نظري وده كلامي وده رؤيتي ان لازم رئيس نادي الزمالك يكون مش لازم يعني يكون بتاع الكره لازم يكون رياضي لكن فتره طويله قوي كل الناس خدت فرصها لعبت الكره ما خدتش ما حدش خد فرصته ان هو يبقى رئيس النادي طب ايه اول قرار حضرتك هتاخده لو مسكت رئاسه نادي الزمالك مين اول قرار حضرتك هتاخده لو مسكت رئاسه نادي الزمالك لا انا مش جاي انتقم خالص لا 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 انت كلامك صعب شويه لا ده النادي بتاعنا ده عايزين النادي ده يبقى احسن حاجه في الدنيا طب شايف الفتره الجايه ايه بعد فتره الانتخابات والفتره فيما بعدها ما فيش حاجه يعني كلنا عايزين نستقر عايزين نبقى النادي ده يبقى احسن نادي الزمالك يرجع للسنتين ثلاث سنين الاربع سنين اللي فاتوا فريق احسن فرقه في كل الالعاب نادي مستقر اه معايا طبعا كويس ممكن نعرف فيها كم لاعب كوره طيب حضرتك نوفق مع بعض بس الاعلان الرسمي عنها كابتن يعني ممكن الاعلان الرسمي عن يا جماعه الماركات انتوا وش الراجل يعني انا القائمه في الظرف اربع خمس ايام ان شاء الله هنعلن ان شاء الله طب حضرتك في دعم من لعيبه الكوره قدامك اكيد لعيبه الكوره احنا اصحاب يعني كلنا اولا طايره هاندبول سل اي لعبه صالات اي حاجه احنا في النهايه ولاد النادي وفي النهايه كلنا قلبنا على قلب النادي وفي النهايه احنا عمرنا ما هنجرح ولا هنجيب سيره واحد ولا هنقعد نشوه صوره بعض احنا في النهايه نادي الزمالك ده عمل كل النجوم كل اللعيبه كل الاداريين فنحافظ على ده وعلى الكيان طب كلمه الجمهور نادي الزمالك يعني جماهير نادي الزمالك جماهير محترمه وكان ليها دور كبير جدا في فوز الزمالك باثنين دوري وكاس مصر جماهير نادي الزمالك جماهير بتعشق طب توعد الجماهير بايه الفتره الجايه؟ مفيش وعد الوعد ده بقى يعني ما ان شاء الله نستقر ونقف على رجلينا يعني مش عايزين نسال اسئله يعني سبق الاوان كابتن بعيد عن الاسماء ايه مواصفات الكاميرا بتاعت حضرتك ركزني نكون معاك نجوم كوره كوادر رياضيه كوادر اداريه ركزني رجال اعمال علشان الازمه الماليه موجوده في النادي ايه المواصفات طب انا عايز اسال سؤال اتفضل يعني رجال الاعمال هيعملوا لنا ايه يعني ممكن واحد هيدونا 100 مليون جنيه هيعملوا ايه اعلانات مثلا يفتح طريق الاعلانات لمين مين 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 الحامل ايا كان الاسماء مفيش كلام الكلام النادي احنا جايين نادي الزمالك نشتغل نوقف الزمالك وعندنا افكار نشتغل ازاي نجيب فلوس احنا مش جايين نشحت احنا اولاد النادي عندنا القدره وعندنا الامكانيات نعرف بلاعيبتنا كان في الطايره في الكوره في الباسكت في كل حاجه نقدر يعني نقدر نوظف الالعاب دي وتقدر يعني الالعاب دي تجيب لنا فلوس بدل ما هنقعد يعني نلف على الناس ونقول لهم ده رجل اعمال ادينا 5 مليون وده رجل اعمال ما الفلوس دي هتخلص وبعدين رجل الاعمال يقول لك مش هديك تاني وبعدين رجل الاعمال هيقول لك يا عم ده انت هتخربوا بيتي ويسيبك ويمشي يبقى دي المصيبه الاكبر كابتن احنا بنتكلم على فاروق احد الرموز الكبيره في تاريخ الكره المصريه ونادي الزمالك بتشوف ازاي تصنيف رئيس نادي الزمالك جاي بتاع كوره رئيس نادي الزمالك جاي بتاع يد شايف التصنيف ده ازاي انا مش ولا بتاع كوره ولا بتاع ده. احنا بنفكر نمره واحد يعني انا مش جاي مثلا عشان الكوره او مثلا او كابتن حسين جاي عشان الهاندبول انا بقول النادي يعني لازم يقف على رجله اللي توقف النادي على رجله نمره واحد الكوره ونمره اتنين الكوره ونمره تلاته الكوره النادي انتوا كلكم يعني قول لي لو واحد فيكم يقول لي تلات اربع لعيبه يعني مع احترامي غير لعيبه الكوره انت هنا قاعد واقع او موجود في النادي او الجماهير او العشق للنادي من خلال الكوره اكيد طبعا فاحنا كلنا عايزين نوقف فريق الكوره نوقف فريق الهاندبول وفريق السله كل الناس كله يقف على نوقفهم على رجلهم وبعد كده نتكلم لكن احنا في النادي احنا اولاد النادي لازم يبقى لنا دور ولازم يبقى لنا دور واضح وصريح احنا نشتغل
من غير ما نجرح في بعض، من غير ما نقول اي لفظ، من غير ما نقول اي كلام، ومش عايزين نخش في موضوع الكذب ونقعد نكذب ونهجص. يعني مبروك على اذن حضرتك. حضرتك دايما ليك مقوله مشهوره دايما في اي استوديو، حضرتك دايما بتقول البطوله بتيجي للمكتب قبل الملعب. طبعا حضرتك يعني اسطوره في الملاعب واحد رموز النادي. الكابتن محمد حسن حلمي كان اخر رموز النادي اللي كان لعيب كوره نادي الزمالك، نادي الزمالك للالعاب الرياضيه. كابتن نور الدالي اخر كابتن نور الدالي. كابتن فاروق جعفر هو الامتداد الطبيعي ان يكون لاعب كوره رئيس نادي الزمالك للالعاب الرياضيه، صح ولا لا؟ طبعا الجمعيه العموميه هتقول هي محتاجه ايه، واللي هتقوله الجمعيه العموميه احنا معاها. لكن برضك انا بكرر تاني، انا ضد مبدا ان احنا نهين بعض او حد يقول الفاظ مش كويسه زي اللي بتنزل دلوقتي. الفاظ ملهاش لازمه خالص، ولا توقيتها ولا اي حاجه. احنا ولاد النادي ما يتهنوش وما يتهزقوش، اللي عملوا تاريخ النادي الناس تحافظ عليه. اسطوره كابتن فاروق، وحضرتك اصلا خريج التربيه الرياضيه، راجل اداري رياضي، رمز اعلامي كبير جدا نادي الزمالك. فحضرتك يعني القدرات كلها موجوده، فاروق جعفر اسم لوحده كفيل ينجح اي قائمه. ربنا يسهل ان شاء الله. هو تاريخ جزء من تاريخ كره مصر. اخيرا يا كابتن، اخر حاجه، جزء من تاريخ كره مصر. شايف من كلام حضرتك ان في اهتمام كبير قوي فريق الكوره؟ لا مش في فريق كوره، في كل الالعاب. في كل الالعاب. طب احنا عندنا ازمه كبيره في حته ايقاف القيد ان شاء الله في حال فوز الكابتن فاروق جعفر. هل عندك تصور لحل الازمه دي؟ طبعا يعني الازمه دي او المبلغ ده شبه انت عارف هتدبره منين وهيكون بيتم حل الازمه بشكل طبعا طبعا. في برنامج، في برنامج، في برنامج. يعني احنا مش داخلين يعني حضرتك داخل مستقل ولا داخل بقائمه؟ لا لا، بقائمه.